دي. انا شبهتها بحته نيمار لما راح باريس سان جيرمان وساب برشلونة. خرج بره اللعبه. صح ولا غلطان؟ بس نيمار حاجه ثانيه. بتتكلم على نيمار. احنا خليه انت بتتكلم. انا بتكلم ان انت في فريق عندك انت متوهج فيه بشكل مميز. طب خليني بس اقول لك. فريق كبير عنده قدره، لكن حته ان انت تروح نادي تاني ممكن تكون الامور عنده عشان ماديا اكبر ويبعد عنك حته التوهج والشهره والشعبيه، بتبقى برضه لا شوف بتتحسب بشكل مختلف. وشوف انا خلينا بس اتكلم، نبعد نيمار. نيمار انت بتتكلم في ارقام. انا بشبه في حاجه معينه فلكيه، لكن انت هتشبه بنيمار. عايز اقول لك كلمه، كابتن قالوا الاهلي بمن حضر، هم بطلوا. الكابتن خطيب بطل، كابتن يعني كباتن النادي الاهلي ولاعيبه جامده قوي بطلت والبطولات وعمالين ناخد لا. وبعدين عايز اقول لك حاجه، انت السنه دي مع عبد الله ما لعبش مباريات كتير وبرضه كسبنا، وكسبنا باداء كويس. الحاجه الثانيه، وعبد الله ادى مع النادي الاهلي. بس هي الامر في ايه؟ الامر انا بحيي اداره النادي الاهلي. ليه؟ لانهم جابوا حق النادي. بمعنى ايه؟ انت ما تخسرش قضيه بسرعه. احنا متفقين على لاعب، احنا ما بنقفش على لاعب، بس هي قضيه لازم تكسبها وشغلها لازم وفي الاخر هتاخد قرارك الحكيم اللي هو يفيد فرقتك. انت كتير قوي ما تخسرش ما بتخسرش صفقه. ما بتخسرش صفقه ازاي؟ مش انك انت بنحارب حد على صفقه ومش صفقه، لا احنا بنتكلم على حق من حقوقك. وبعدين بتتكلم بارتياحيه لما تخلص، وايه القرار اللي النادي الاهلي هياخده. هي دي القوه بقى بتاعت النادي الاهلي. صحيح. النادي الاهلي ما بيقفش على حد. قوه القرار يا كابتن. وحاجه تانية مهمه جدا، كان عبد الله السعيد لعب للنادي الاهلي وادى اداء كويس ورجع وراح منتخب مصر، فنرجع لعبد الله السعيد الاسماعيلي. كم مره راح منتخب مصر؟ ده رقم واحد. عشان بس نتكلم، ما فيش شويه حاجات انت كلاعب بتحسبها، انت بتدي لمين وخدت ايه؟ فدي حاجه مهمه جدا. كم مره عبد الله السعيد مع الاسماعيلي راح منتخب مصر؟ عبد الله ادى اداء مميز وراح منتخب مصر من النادي الاهلي. من النادي الاهلي. الحاجه الثانيه المهمه، ان عبد الله رايح كاس العالم وهو كان لاعب في النادي الاهلي وبيلعب في النادي الاهلي وما زال هو لاعب احسن لاعب في مصر بسبب ان هو موجود كمان في النادي الاهلي. ومش عايزين نتكلم، النادي الاهلي هو اللي بيصنع كابتن، مش مع اصله الاهلي اكبر من اللاعب.